شنو رايك في ال 23 قائمه المترشحه اللي فازت في الانتخابات البلديه، فازت ب 115 مقعد، تلقات تبرعات، هذا حسب تقرير محكمه المحاسبات، تلقات تبرعات من ذوات معنويه، و209 قائمات مترشحه تلقات تبرعات ماليه ووصولات تبرع ما فيهاش ارقام بطاقات التعريف للمتبرعين، والمبلغ وصل تقريبا 618,000 دينار. هذه مخالفة شكلية؟ لا، هي مخالفة شكلية لكنها في الأصل ستؤدي إلى أحكام بالخطايا، ونص عليها القانون الخطايا هذه كيفاش. ونحب نقول لك حاجة، راهو عندنا أحكام صادرة عن دائرة المحاسبات بخطايا وصلت فوق المليار. علاش؟ على ناس ضد، في حق شكون؟ ضد قائمات مترشحة في 2014، قائمات حزبية، قائمات حزبية ومستقلة، والأحكام هذه توت انتخابات الرئاسية وصلت المبلغ أكثر من كيك، فهمت؟ معناتها راهو ما يمنعش هذا القانون قاعد يتطبق اليوم. راهو فما شكون من أجل أنه ما أودعش الحسابات، ولا من أجل أنه تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي، على خاطره خذ 8 ملايين في انتخابات 2014، اليوم محكوم باش يرجع 900 مليون. وراهو هيد نعطيكم من جانب الاخر من الناس اللي ترشحت ولقات روحها تحت طائله القانون. فما ناس اليوم قاعده تجري في المحاكم باش تخرج من هالمشاكل اللي تحطت فيها. فما شكون نعرفوهم محكومين ب 300 و400 مليون، البار نتاعو هو اللي باش يدفعوا من اجل انه دخل وحطوا له اسمه في قائمه في سنه 2014. لكن مع هذا احنا ما نحبوش نفجعوا العباد يا ناس، راهو مع ذلك القانون قاعد يتطبق في تونس. معز، رئيس الدائره تحدثت على تجاوب محدود من قبل البنك المركزي والمؤسسات البنكية والبريد التونسي، تجاوب محدود مع مراسلات بعثتها محكمة المحاسبات وطلبت فيها كشوفات لحسابات بنكية لقيادات ونشطاء في الأحزاب. شوف، مش حتى كان هذي دائرة المحاسبات حتى تصبحها على الدائر بالنسبة للمؤسسات البنكية، على خاطر حكاية الكشوفات واحد سبع كما قالت القاضي الفاضل معناتها على حكايه الكشوفات. لكن الاخطر من هذا كل هو كما قال سينابيل، اخطر حاجه هو شنو؟ المال الاجنبي، استعمال المال الاجنبي. وقت اللي دائره المحاسبات تتصل بالهياكل البنكيه، بالجسد البنكي، وعلى راسهم الاب البنكي اللي هو البنك المركزي، والاجوبه موجوده لهنا اللي هي راهو ما نجموش، عمليه مستحيله. وشنو علاش؟ على خاطر عندها منظومه اسمها امل، ما تخول الناس، وفما منظومه اخرى اسمها دو جونز، ما تخول الناس. ودار شنو ما نطرش معناتها راجعت دائره المؤسسه، دائره المحاسبات بخوفي حني في الغرب. علاش حسب رايك؟ علاش كيما هو هذايا عاد العلاقه الوطيده بين الاحزاب النافذه واختراق هياكل الدوله؟ مي بيان سور يا اخي، انت البنك المركزي والهياكل البنكيه الاخيره من الخاصه والواحد كل شيء، راهو مش لاعب. نحكيو على اختراق كبير. انت يا اخي قلت مي بيان سور، نحكي بصفه عامه انا. وقت لي انت قلت احزاب نافذه يا اخي، الاحزاب النافذه كيما الاحزاب اللي في الحكم من 2011 الى يومنا هذا يا اخي، من 2011 الى يومنا هذا. باش نقعد نسمي كل مره مثلا في حركه النهضه فما ثلاثة ولا أربعة أحزاب، لا اللي من 2011 فما قاسم مشترك، أما من بعديك فما الأحزاب النافذة كيما نداء تونس، فما الأحزاب النافذة ولو أنه ما أنت ضعف اليوم. لكن هذايا هو اللي يخليك نوعا ما محبط، ما فيه حتى علاقة بعملية التسجيل، الناس لازم تسجل. اللي وقت اللي تو ايش قال سينابيل؟ قال معناتها القانون قاعد يتنفذ، مش قاعد يتنفذ، القانون قاعد يتطبق مش قاعد يتنفذ. ونحن ولينا في تونس نلعبوا في لعبه ماهيش باهيه، ماهيش مطمنه. ولينا نحبوا نوريو رواحنا اللي نحن دوله القانون، وفي كل الحالات لسنا بدوله العدل حتى في المسار الانتخابي. والضامن الوحيد للعداله في المسار الانتخابي هو الهيئه العليا المستقله للانتخابات. انا نتفكر وتعرف اللي انت الهيئه وناظر من اجل المجتمع المدني سينابيل يعرف، وقت اللي القانون اللي اثر الهيئه العليا المستقله للانتخابات، ونحن من كنا من الاوائل اللي حطوا القانون هذا، و70% منه ماخوذ من مقترح منظمه عتيد، اعطينا للهيئه العليا المستقله للانتخابات سلطه ما فماش برشا هيئات عندها، اللي هي سلطه التعهد التلقائي. شو معناتها؟ تنجم تجي وتقول القائمه هذه باش نسقطها، تحب تمشي تشكي برشكي اذا كان عطى انصفك القضاء بصحتك. وفما برشا قيمات تمشوا توجهوا للمحكمه الاداريه وطعنوا في القرارات الهيئه. وقت اللي محكمه المحاسبات وجهت مؤخرا المراسله الى البنك المركزي، قامت القيامه طلبت في المراسله هذه مدها بمعطيات على مجموعه من الحسابات البنكيه. قامت القيامه
وخرجت أصوات شكت في محكمة المحاسبات، وحتى البنك المركزي خرج توضيح وقال رأي الطلب هذا ما يهمش حركة النهضة فقط بل يهم أحزاب أخرى. يعني وكأني ثم عدم ثقة، معناها ثم تشكيك في حتى في مؤسسات الدولة. أنا نتحدث على المحكمة، مش على محكمة المحاسبات فقط بل على البنك المركزي. وكلامك نستشف منه أنه ثم ربما منقوم نحبش نقول تستر على المعطيات اللي يلزم تتبعث إلى محكمة المحاسبات، وإنما فما إرادة للضغط على المعطيات هذه. وذا قالته دائرة المحاسبات بطريقة ضمنية، لأنه دائرة المحاسبات ما تربطش كان الأحزاب فقط. علاش قلت لك التقرير هذايا فريد من نوعه؟ خاطر تربط حتى على أشخاص، شخصيات سياسية قد تحول المال الأجنبي ولا قد تجيب حاجات. هي شنية يا أخي المنطلق متاع الهيكل القضائي هذا؟ شنو هو شك ديما؟ هذا حق سينو ما تخدمش خدمتها. المؤسسات البنكية رفضت بتعلة كون المنظومات اللي عندها كيما أمل دو جونز ما يخولوا لهاش باش تراقب العملية هذه. نقطة وارجع لستر سيناشي والفاهم يفهم سينبيل. معناتها نحن في 2019 عندنا منظومات انفورماتيك امل ودر شنو الكلام العالي والمربط الخالي ما يخوت. انت تعمل فيها منظومات باش يخول لك كل شيء وتعمل فيه تعرفش. قالوا لها في المستقبل نحطوا لون عليهم باش كل عمليه تخرج لنا. صعيبه هذه يا رسول الله، كركم عملتوها عندكم 3000 سنه. بي نفس المشكل مطروح عندكم في هيئه الانتخابات فيما يتعلق بالتعاون مع البنك المركزي والمؤسسات البنكيه والبريد التونسي. هو الحقيقة لو نعرفوا أنه البنك المركزي عنده مبدأ السر المهني، لكن نستغرب أنه المسألة هذه تكون في صعوبة مع دائرة المحاسبات لأنها جهة قضائية ومن واجب البنك المركزي أنه يعطيها المعلومات اللازمة. لكن الحقيقة ما يمنعش هذية وأنه على الأقل من منطلق هيئة الانتخابات احنا عندنا إشكالية في مع البنوك، مش حتى مع البنك المركزي على خاطره هو يصدر المنشور بتاعه، لا حتى في التعاون مع معناتها في المجال الانتخابي راهو فما حاجه اسمها الحساب البنكي الوحيد اللي يفتحوه القائمات المترشحه اللي من خلاله هو احنا نراقبوا التمويل نتاع الحمله وايضا دائره المحاسبات. الحقيقه وانه نشوفوا وانه البنوك ماهمش قاعدين يتجاوبوا، وعندنا عده قائمات تتشكى وانها وقت اللي تمشي البنوك هذيا معناتها ومع وجود المنشور تاع دائره تاع البنك المركزي لتسهيل فتح الحسابات راهم انهم يعطلوا القيمات هذيا في الحصول على الحسابات هذه اللي من بعده ينجر عليه عده اخلالات للقيمات هذيا في علاقه بالرقابه اللي نعملوها احنا ومن بعد بالرقابه اللي تعملها دائره المحاسبات. وهذه فرصه مره اخرى باش نطلبوا من البنك المركزي ومن خلاله هو لكافه البنوك انهم يعيشكم رغم هذا واجب وطني فتح الحسابات للقائمات حتى تتمكن هيئة الانتخابات من ممارسة رقابة على الحسابات هذه وعلى التمويل ككل للحملة، وأيضا لدائرة المحاسبات باش نجم تمارس رقابة. ربي 10 ثواني فقط كما ترشمنا على خاطر شوف ايش قال دائرة المحاسبات، وما جبدتش كان السياسيين فقط حتى فما رجال أعمال. وفي ظل محدودية ما تم توفيره من قبل النظام البنكي من بيانات ووثائق بخصوص الحسابات الشخصية لأشخاص طبيعيين معرضين لاخطار سياسيه وساهموا في تمويل الاحزاب السياسيه على غرار حزب حركه نداء تونس وحزب حركه النهضه وحزب افاق تونس او تمويل قائمات ترشحت للانتخابات البلديه او حسابات الاحزاب السياسيه على غرار حزب حركه النهضه، فانه لا يمكن لدائره المحاسبات ان تتاكد من مشروعيه التمويلات التي تم استعمالها في تمويل حمله الانتخابات البلديه. سي غراف معناتها يجيك انت هيك القضائي وتسد عليه المنافذ والقانون يجبرك باش ترفع السر البنكي قدامهم هما باش تفسروا هذا. يا اخي يا رسول الله كيفاش حابين نفسروا اكثر من كلمه طواطا؟ يا اخي شنو تحب نقولوا لهنا بير؟ تي البير فيه نحن، دونك نعرفوا اش فيه ونعرفوا كل شيء، ما ماهيش مش بير، نحن في وسط البير سي نجم. واضح. باهي خلينا نمشيو من المال السياسي الى ظاهره المستقلين. عندنا تقرير باش نتبعوه معنا. في التقرير يعني سلطنا او حاولنا تسليط الضوء على ظاهره المستقلين سي معز.
ظاهرة المستقلية ظهرت بأكثر وضوح في تونس منذ جانفي 2011 وانتخابات المجلس التأسيسي برزوا مستقلين، على غير عبد الفتاح مورو اللي تقدم قائمة مستقلة في خضم تكوين كاد يكون يومي للأحزاب وصلت الفوق ال 200 حزب. وحتى في 2014 وفي الرئاسية رين عدد من الشخصيات اللي حاولت تتفوق في سباق قرطاج لكنها ما نجحتش. انتخابات 2011 و2014 وبعد فوز النهضة والنداء ووضعية البلاد اللي ما تحسنتش جاءوا بلدية 2018 وبدأ الحديث يكثر على حظوظ المستقلين اللي تقدموا بأكثر من 800 قائمة في 350 دائرة بلدية. وبالفعل ومن قبل الإعلان عن نتائج من الهيئة بدأوا يخرجوا من هون ومن غادي نتائج بعض الدوائر وعدد كبير منهم نلقاو فيهم تقدم المستقلين وفي دوائر بلدية مهمة وحساسة حتى اقتصاديا لين أعلنت الهيئة عن نتائجها وظهر بالكشف التفوق الواضح للمستقلين على الأحزاب وبالأرقام. استثمروا المستقلين علاقة الجوار والقرب من المواطن في البلدية، المستقل يقدم روحه على أساس مواطن وجار وولد حومة يعيش في نفس المشاكل اللي يعيشها الناخب، وغابت الصورة متاع المتحزب اللي وراء كرسي بيروه ومشاكله بعيدة على المواطن. لكن الحاجة اللي لاحظناها في بلدية 2018 اللي هالقائمات المستقلة عدد منها ما هي مستقلة كان بالاسم، وقتها صرحت أطراف حزبية عديدة إنها شكلت قائمات مستقلة أو دعمتها من غير ما تعينها. بعد سيناريو بلدية 2018 إن هي متجهة نحو توحيد قوتهم أو على الأقل عدد منهم يبحث عن ائتلاف موحد يدخلوا به التشريعية، وعلاش لا الرئاسية بمرشح واحد؟ فهل بإمكان المستقلين اليوم المراهنة على كتلة كبيرة في البرلمان تنجم تغير موازين القوى؟ ثم أحزاب مولت قائمات مستقلة، حركة مشروع تونس مثلا مولت قائمة مستقلة اسمها الوفاء في دائرة مكثر، والقائمة المستقلة سوق الأربعة في جندوبة. بعض الأحزاب اشتركت في قائمات مستقلة، هذه مش خيانة ومخاتلة للناخبين؟ باش نرجع بيك وأنه راهو عنا احنا في 2018 فما أحزاب سياسية تقدمت بقائمات، جاوبتها الهيئة قالت لها راه القائمات نتاعك انت ما تتوفرش فيها شرط التناصف الأفقي، يعني انت نورمالمون يكونوا عندك 50 على رأس القائمة رجال و50 الاخرين على رأس القائمة نساء، فإما تبدل عندك 54 لهنا رجال وغادي 50، يا إما تبدلهم يا إما راه باش طيحوا لك القائمات. شنو اللي عملته في الأحزاب السياسية؟ الأربع قائمات هذوكم اللي ما نجمتش تبدل فيهم الراجل يطلع مرة عملوهم قائمات مستقلة، عملوهم قائمات مستقلة تخريجها معناها. المشكلة وين؟ وأنه القانون الانتخابي ما يمنعش هذا، فيعيشكم لهنا نحطوا روحنا في 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 الموقع الصحيح. راهو القانون الانتخابي اللي صادر من مجلس نواب الشعب في خصوص القائمات المستقلة لا يمنع الأحزاب السياسية من أن في حالك في نكد غير قائمتها لقائمة مستقلة. معز، حزب أفاق تونس زادة قدم تمويلات لفئة 5 قائمات مستقلة مترشحة في دوائر انتخابية في الانتخابات البلدية، في المضيلة، في المتلوي، في قصيبة المديوني وغيرها. ايش رايك؟ انا رايي لازم نكون موضوعي، خاطر كي نسمع سي زرقوني يقول اللي الكثير من القائمات اللي هو رئيس مؤسسة سيجما كونسي يقول الكثير من القائمات المستقلة ميولي الأحزاب، والله نقعد بهت. علاش؟ على خاطر أول حاجة ناخذ نحن تقرير دائرة المحاسبات في 268 صفحة، ثم اللي ذكروا واللي ثابت اللي هما 7 قائمات على 860 قائمة مستقلة ترشح، لكن هذا مش معناته العدد النهائي 7، خاطر نحن بيدنا كمستقلين وكمجتمع مدني يهمنا الموضوع على الاخر، خاطر في المصداقيه نتاع المستقلين. كي تدور تونس الجمهوريه، خاطر وين ظهرت هي العمليه بالكدا اكلي متسطرين تحت الاحزاب السياسيه؟ ظهرت في الانتخابات تاع رئاسه البلديه وشفناها. كانت تفوت تونس الجمهوريه كل، كانت تفوت عدد القائمات المستقله المواليه للاحزاب السياسيه 30 40 قائمه، اجا نقعدوا نحكيوا على 860 ونعرفوه الشيء هذا ونحن منتظرينه. لكن احنا حتى باش نكونوا واقعيين، خذوا القائمات قائمه بقائمه، يا اخي تونس كبيره هي 300. انا واحد من الناس خاطر الموضوع يهمني كخبير في الشان الانتخابي درسته 4 ولا 5 شهور وانا ندور في تراب الوطن، فما قائمات من اسمها برك وقت اللي تمشي انت في قائمه مثلا كيما في الحمامات وانا نسيت البلاصه اسمها افاق، ما فماش تونس اسمها افاق، مستحق باش تذكرها دائرة محاسبات؟ مش مستحق باش تذكرها. ظاهرة افاق نساو تونس مش اما ظاهرة معناتها الكولور نتاعها سيكلير. انا ناكد لك على الاقل في الدورة الوطنية اللي عملت وفي التحليل اللي عملته المعمق والاسامي، خاطر ما الهيئة عندنا نحن بازدوني تو الهيئة تخرجهم بالاسامي راه
وانت وقت اللي بدا عندك بيروات وعندك علاقات في الجهات وواحد في البلديات وتهز تليفونك السيد هذا بلا القائمه هذه يسوفي تسمي اسم رئيس القائمه الناس كلها تعرف يقول لك لا والله مستقل الاخر يقول لك حاد على الطريق الاخر يقول لك هي هذاك عاد تيني دائي تقدر شنو تعارك معاهم والاخر يقول لك نهضر هي تو 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 اليوم ثم العديد العديد من اللي ربحوا في الانتخابات باسم الاحزاب وارتدوا على الاحزاب نتاعهم ولا يحكيوا باسم المستقلين لانه علاش لانه هذا يكون مرتبط بعامل واحد اللي هو انعدام الثقه في الاحزاب السياسيه من طرف المحكومين من طرف الناخبين من طرف الشعب التونسي بالتالي كلها ولات تلعب على ورقه المستقلين وهذاك علاش انا واحد من الناس كنشر في المجتمع المدني وكمستقل ومتمسك باستقلاليتي عن الاحزاب السياسيه ابعثنا الاتحاد الوطني للمستقلين على الاقل الهيكل هذايا الهيكل هذايا اللي هو المبادرات المستقلة والذول اللي اتصلتوا زادة مدام ورقة رابحة المستقلين معناها في الانتخابات ذول اللي دخلتوا في تنسيق وتواصل مع المستقلين في البلديات اي طبيعي لا اكبر مساندة لنا ونديهم باش يساندوا المستقلين خاطر هما مستقلين وربحوا في الانتخابات كمستقلين العديد والعديد انا كي نقول لك معناتها الميساجات اللي جينا من المستقلين المنتخبين ومتخبيهم ماهيش سرقه يقول لك انا مستقل باش نساند المستقلين باش نساند الاحزاب السياسيه وفما عندكم حظوظ تصور عندكم حظوظ في الانتخابات؟ لاخي الحظوظ هي راهو شوف ما فما قراءات فما قراءات حتى علميه مانيش ندخلوا في البسيكولوجي نتاع اخي انتخابات البلديه الجابد المستقلين هما جاوا الاولويين من حيث عدد الاصوات وعدد المقاعد والانتخابات راهي صارت عامنا وما صارتش عندها 10 سنين معناتها حتى في ذهن الناخب مازال طازع حكايه المستقلين فدينا من الاحزاب السياسيه وبالتالي نحن كمستقلين يلزمنا نبينوا اكثر للمواطنين اللي متمسكين باستقلاليتنا مش معناتها ماناش متسيسين مش معناتها ماناش معنيين باش انا بل بالعكس عندنا من الخبره والكفاءه ما يدير 10 بلدان لكن خارج الماكينات الحزبيه لذره البلاد هذا كلام ثابت كلام عام اعطيني التفصيل اعطيني بالضبط توا القائمات المستقله اللي طلعوا في البلديات البلديات هذه اللي شدوها المستقلين نجحت اي ها باش نعطيك ما ننطلقوا النجم باش تعمل التقييم راهو فيه وعليه لا ها باش نقول ثم بعض بلديات ننطلقوا من الكونستا ساعات كي بداتش ما عندكش ايبوتيز سور نظريه واضحه ومدققه تمشي للنظريه المضاده انا هم الاحزاب اللي البلديات اللي صارت فيهم اكبر اشكاليات منذ نتائج الانتخابات البلديه تقريبا القائمه الحزبيه نبداو من صفاقس والمشكله نتاع الكهرباء اللي عملت البوس ومن بعد حلان جبنانا جبنيانا ومن بعد المشكله باردو. الكبيره اللي في بارد ومن بعد المشكله الكبيره اللي في سكره ومن بعد المشكله الكبيره اللي في بلديه في سيدي وانت ماشي وانت ماشي وانت ماشي الاقل شيء اقل شيء اللي قاعد يتعمل حتى كتب على صفحات التواصل الاجتماعي تلقاها بنيه صغيره شابه ورئيس قائمه مستقله دار شنو عامله تيران تاع سبور تلقاها شويه من هنا وشويه تبعهم كل تلقاها مستقلين به سي نبيل انت توا موجود في هيئه الانتخابات وتقريبا عندك 7 سنين ولا اكثر صحيح به يعني تعديت قدامك وحضرت اقدم واحد في هيئه الانتخابات يعني حضرت على تقريبا 2 انتخابات تشريعيه ورئاسيه وانتخابات بلديه شعرك شاب ورقة المستقلين يعني تنجم معلش انا ينجم يتكرر السيناريو في الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2019 احنا اللي نقولوه هذا كل شيء ممكن لكن حاجة واحدة كهيئة انتخابات ونقولوا ان شاء الله المستقلين اذا كان ناويين ينتخب معناتها يترشحوا للانتخابات التشريعية ما يمسوناش من استقرار المجالس البلدية عندنا انتخابات تشريعية ماذا بينا نمشيوا للانتخابات التشريعية مش تتوقعوا يخرجوا من المجالس البلدية وترشحوا في احنا اللي نقولوه ما يمسوناش استقرار المجالس البلدية ما يمنعش لكن نيجي نقول لك احنا تعرفوا انه اليوم قاعدين نعملوا في انتخابات تشريعية ومن وقت لوقت تحل لنا بعض البلديات تعرف اللي عندنا بلدية في سيدي بوزيد السوق الجديد سوق جديد عندنا بلدية باردو واحنا نعملوا في الانتخابات التشريعية ماذا بينا الناخب يكون الساعة الصورة واضحة عنده واحنا كهيئة انتخابات تكونوا مركزين على الفولي الكبير نتاع التشريعية والرئاسية وهذا ما يمنعش وانه احنا متحملين مسؤوليتنا واحنا لهنا كهيئة انتخابات لسد اي شهور ولانجاز اي انتخابات جزئية وقت اللي ما تطرح علينا ولسي نبيل تطلب من المستقلين الاستقرار نتاع المجالس البلدية شبيه مش الأحزاب لا هو هذا ما تروح لا هو هذا ما تروح للناس كل احنا ايش قلنا احنا قلنا بالعكس
اذا كان باش يترشحوا للانتخابات التشريعيه هذا حق وحق مضمون. عندهم الحق يعملوا الكيمول معناها بين عضويه المجلس البلد والتشريعيه؟ لا ما ينجموش يكون في الزوز. دونك لازم يخرجوا من مجلس البلديه باش يترشحوا. دونك هذا ينجم يخلي فراغ في بعض المجالس البلديه. هذا 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 شكون ان شاء الله ما يمسش من استقرار المجالس البلديه. واضح. هات نمشيو لاخر فقره، فقره رايك فيهم. باش عديكم مجموعه من الصور باش تعطيوني رايكم فيهم، تعليق مختصر. نمشيو لفقره رايك فيهم. هات تشوفوا الصوره الاولى. سي كمال الجندوبي أول رئيس لهيئة الانتخابات في أكتوبر 2011. صديقنا سي كمال وكان قائد الفريق نتاع 2011، فرصة أنه تحية لي. أنت وقتها؟ بالطبيعة، تحية لي وتحية لكل أعضاء هيئة 2011. خدمنا خدمة كبيرة في فترة انتقالية، راهو كانت البلاد يعني براتيكمون مسيبة، تحمل مسؤولية كبيرة، تعبناه برشا احنا. كمجلس تعرف راهو في اطار انتقال ديمقراطي وحراك كبير يعني في وسط المجلس، لكن سي تان غران توم. طبيعي انا نحييه بالطبيعه، وانا يظهر لي امور على الاقل اسم سي كمال جندوبي يدخل في التاريخ على اساس كونه اول رئيس لهيئه دستوريه مستقله، لهيئه انتخابيه مستقله، وعلى الاقل اللي يحسبوا له ايضا التاريخ بالرغم من الصعوبات واحد الكبيره والتحدي الكبير في 2011 لاجراء انتخابات، نجح نسبيا في في مهام. صورة المولي أتليلي المنصري رئيس سابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي خلفته سي نبيل وزميلي اليوم. زميلي وعلاقتنا كبير. طيبة جدا وإن شاء الله نكملوا. طيبة؟ لا طيبة، لا طيبة. بنسبة قديش؟ بنسبة 100% وإن شاء الله ننجحوا مع بعضنا في الانتخابات التشريعية، نجحنا معه. ثم بعثوا مراسلة إلى مجلس النواب لإقالة أتليلي المنصري. هي. المنصري من رئاسة الهيئة سي نبيل. صحيح. منين جات العلاقة الطيبة؟ ارتكب أخطاء وقلنا شنو الأخطاء. قوليش علاقة طيبة. ليه هو توا موجود معانا؟ موجود معاكم عضو. لكن طلبته مجلس النواب بإقالته. شوف هو في وقت من الأوقات تعنى تاع على مجلس الهيئة ورفض تنفيذ قرارات مجلس الهيئة وفي هذه تعنت بشكل كبير. قلنا له يا سي محمد أنت صحيح رئيس لكن راهو قرارات المجلس هي اللي تسري. علاش انا توا كان شفتوش ملي تعهدت ملي خديت المسؤوليه قلت لهم راهو رئيس الهيئه بما فيهم انا لا ازيد شيئا على اعضاء المجلس. موز. انسان صحيح خدم في هيئه فرعيه لكن ما عندوش الخبره الكبيره في اداره معناتها المؤسسه هذه الكبيره، وهذاك علاش طاح في الاخطاء حاجه بركه. انا مش من طبيعتي باش واحد وقت اللي تطيح سكاكنه نضربه ونقول ربي وجهه خير وربي يوفق. نشوف الصوره المواليه. شفيق صرصار الرئيس الأسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات واللي استقال من رئاسة الهيئة هو وزوز أعضاء، ونتفكر كلنا الندوة الصحفية اللي عملها شفيق صرصار وأذرف الدموع وقال لي ما فماش ديمقراطية وما فماش شفافية وتحدث على ضغوطات مسلطة عليه. شوف ما تنجمش تكون على رأس هيئة انتخابية وما تعرضش لضغوطات. عندك ضغوطات أنت سي نبيل؟ أكيد يا أخي راك تخدم ضغوطات. منك فيك عندك راهو تعرف عندنا ثلاثة من الهيئة من داخل ولا من برا؟ بالطبيعة راك تعمل أنت تجاري في التناقضات الكل. منين؟ ما جاوبتنيش على السؤال. أولا الساعه عندك إدارة ممتدة كل جهة وعندها ضغوطاتها، عندك مجلس فيه تناقضات يلزمك تعرف تجيريها، عندك أحزاب سياسية عندها وقت الترشحات. ثم ضغوط جيك من الاحزاب السياسيه؟ من غير ما نكبروا بالطبيعه فما ضغوطات. مش نقول لك سيناجي كيفاش جاوبني. ما لا احزاب سياسيه، احزاب سياسيه موجوده في البلاد ومترشحه للانتخابات، ماهيش باش تضغط. فاش باش تضغط؟ وقت اللي انا نرفض لك الترشح نتاعك ماك باش تعمل اي ضغط باش تصلح الموقف نتاعك. وقت اللي انا نجيك نقول لك راهو اللي عملته في الحمله الانتخابيه باش يخليك عرضه لاني سقطت لك القائمه نتاعك باش تحاول تضغط عليا. بالطبيعه فما اربيتر ما يتعرضش للضغوطات، لكن لهنا شنو نقولوا؟ يلزم تكون فما قدره تاع تحمل. سي شفيق قام بدور رائع راهو، وانا اقر وانه الرجل كان رجل مسؤول في ادارته للهيئه، لكن ضعف وقت اللي قدم استقالته. كان ينجم يكون قادر على التحمل اكثر. واضح. بس اذا كان قدم استقالته خاطر ضعف قبل، عكسا على ما قاله اخوي نبيل، هو رايه وحر فيه واقرب للشيء هذا. لكن سي شفيق صرصار وهو يعرف اللي أول ناس دعمته لرئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو نحن. وكنا فرحانين ياسر لتوليه المهام هذايا، لأن كنا نظن أن الرجل باش يقوم بدور ريادي وتاريخي في إدارة الهيئة هذه، مع كل أسف أحبطنا
وخاب ظننا فيه من الامتحانات الأولى. وكنا نبهنا على ذي وحكينا معه صراحة إلى حد كان متغول على الهيئة العليا المستقلة من انفراده للسلطة داخل مجلس الهيئة. سي نبيل ما يقولوش الكلام هذا، لكن أنا نقوله وقت اللي يوصل أصلا مجلس الهيئة ما عادش يصوت، ما عادش يصوت، فما القرار اللي تاخذ ويتعدى ويمشي كذا، ونحن نلحلحوا كمجتمع مدني مش كان عتيد بركة زاد أيضا مراقبون، وأنا يقظ ومشينا وحكينا معاه يا ولدي وينهم محاضر الجلسات تاع المجلس نتاعك إلى آخره، ومن بعديك يجي الخرجة نتاعو هي اللي خرجته من تاريخ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باستقالته اللي مبنية على أقاويل وظهرت بالمكشوف في 24 ساعة اللي هي غير صحيحة، وقت اللي قال الديمقراطية مهددة والمس من الحريات في تونس مهدد. صورة الموالي مهدي بن غربية الوزير السابق اللي كان في مكان فاضل محفوظ، خدمنا مع بعضنا مليح في الانتخابات تاع 2018، تعاون معنا كما توا متعاون معنا سي فاضل محفوظ. تعرف أنه هيئة الانتخابات تتعامل مع كامل أعضاء الحكومة كما مع رئيس الجمهورية ومع مجلس نواب الشعب. الحقيقة كان متعاون. كان متعاون. أي. كوزير ولا كشخص؟ لا كوزير. كوزير. لا كوزير. رجل أحترمه، رجل سياسي معناته ينشط من قبل حتى 2011 في توليه معناته للوزارة، الوزارة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية. كما العادة سي نبيل يظل مطالب بواجب التحفظ، لعب دور صغير لكنه سلبي في حكاية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئاسته. والفهم يفهم فهم. هي معناتها الدخل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتأثير على من يكون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مش مشكل اللي صار صار. توفى عنا سي نبيل بفون وإن شاء الله يكون. يعني تحب تقول اللي هو الدخل بطريقة غير مباشرة؟ أي في الضغوطات، تحكي على الضغوطات إكسترا، تلعبت معناتها ألعاب اللي نجم هذا في نقول فيه من باب من باب اطلاعي معناتها. معنا جاء على رأس الهيئة بعد لا وقت اللي كان سي نبيل بريتندون ما خذهاش ولا يزي عطي صحيح. لماذا سي نبيل؟ ممكن معز يعرف أكثر. شوف واجب التحفظ يا واجب التحفظ يقول لي باش نفرض على روحه. وسامحني مهدي خويا كان قلت الكلام هذا خطر عشته وما شوفوا الصورة الأخيرة، ما هيش صورة شخصية لكن صورة لمجلس نواب الشعب، نواب الشعب اللي على أبواب إنهاء المدة الانتخابية. أعطيني تعليق بصراحة سي نبيل. أنا نقول لك ناس خدمت على رواحها، كم القوانين اللي خرجت ما تنجم تكون كان من ناس خدمت وبالحق خدمت، لكن يبدو لي البث المباشر اللي قاعد يتعدى في التلفزة بشكل دائم خلى وأنه الصورة تهتز شوية على مجلس نواب الشعب، لدينا وأنه هناك بعض التشنجات من حق العام أنه يتبع الجلسات ملك كارهم وهذه مسألة معمول بها رأوا في كل البلدان تقريبا، البلدان الديمقراطية اللي تحترم نفسها. أنا نقول وأنه كان فما ضرورة أنه يكونوا ملتزمين أكثر، خاصة في بعض التصريحات اللي قد تكون صار في عرك وضرب بنية وكلام موز. والله انا قاعد بيت في نبيله خاطر وديع يوسف. لا عاد معاش واجب التحفظ هذا، لا معاش واجب التحفظ هذا، خطاب اخر على خاطر وقت اللي يقول الكم الهائل من القوانين ونحن متابعين للمساله التشريعيه عن قرب يا ابو قلب، الكم الهائل خويا نبيل وقت اللي تحسبينهم وتقارنهم بالدول الكل بما فيها من الدول الديكتاتوريه والديمقراطيه وتقول الكم الهائل في الاتجاه الاخر. أنا حاجة برك نقول على مجلس نواب الشعب هذا، الحمد لله وشكت النهاية، لأنه هذا وأقول والله العظيم وربي يعلم اللي هما ما يمثلوش الشعب، انتخبوا من طرف الشعب لكن يمثلوا هو مجلس نواب أشخاص ومجلس نواب لوبيات ومجلس نواب أحزاب، ليسوا وهذا الشعب يقولوا لك، قول لك ما يمثلنيش. أنا مش نسمح لنفسي باش نعمل تعليق ولا مش مطلوب مني. عدد كبير من أعضاء مجلس النواب أدائهم كان سيء جدا وأداء فاشل على الغالب، ما ساهموش بالقدر المطلوب في تدعيم وفي التعجيل بالمسار السياسي والمسار الديمقراطي. برشا نواب خيبوا ظن ناخبيهم الناس اللي اعطاوا فيهم الثقة. مجلس صحيح خدم صحيح كما قلت سي نبيل صادق على برشا قوانين، أما زاد ورينا أعطانا صورة أخرى، صورة سيئة. شكرا لكم ضيوف الكرام، سي نبيل بافور رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. نحب نقول كلمة وأنا معاك.
اليوم عندنا توانسة يلزمهم يمشوا يسجلوا. إذا كان أنت تقول أنه عندك مواقف من مجلس النواب الشعب ولا غيره، راهو في آخر العام في كاستينج عملوه الأحزاب. أنا نقول لكم عندنا انتخابات السنة، يا توانسة مازال فيكم عدد كبير ما سجلش، برا سجلوا وحكموا وحدكم على المسار الانتخابي، على المسار الانتقالي. وأنا هاو تأييدا زاد لكلامك نقول دعوة لكل التوانسة، امشي وسجلوا، مارسوا حقهم في التصويت، كل صوت راهو يساهم في هالمشهد السياسي هذا، ما يصير حد شيء من غير أصوات الناخبين، وأعرفوا شكون تختاروا زادة. شكرا ليك معز بوراوي. كلمة زادة فقط، تفضل. معناتها نحب نقول للتوانسة فعلا يلزمكم تجي تسجلوا، هذا ما فيش حتى أي شك ولا اختلاف، لكن ما تخافوش، راهي تونس عمرها ما طاحت من التاريخ القديم والله إلا تيح. علاش؟ على خاطر فيها رجال ونساء قادرين باش يحكموا البلاد هذه، وقادرين باش يهزوها المسلك صحيح، وعندهم من الوطنية والحمد لله من العزيمة والخبرة والكفاءة اللي ما يديروا 10 بلدان. أنتم فقط حكموا ضميركم وانتخبوا اللي تراه صالح. شكرا لك معز بوراوي ممثل الاتحاد الوطني للمستقلين. شكرا لكم، هذه الحلقة الأخيرة قبل شهر رمضان، نتمنى لكم إن شاء الله رمضان مبروك لكل التوانسة الكل. شكرا لكل الفريق التقني العامل في الريجي وراء الكاميرا، وأيضا الفريق الصحفي فريق الإعداد. شكرا لكم، نتقابلوا في حلقة أخرى بعد شهر رمضان. إن شاء الله رمضانكم مبروك، صباح الخير وإلى اللقاء.